يعطيكم العافية. اي والله يعطيكم العافية. ضيفنا اليوم ضيف للكويت، اختارتها مجلة التايمز الأمريكية ضمن قائمة أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم. طبعا اليوم نتشرف أن يكون في ضيافتنا البروفيسور العالمي الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري ووزير الآثار السابق. يا هلا ومرحبا فيك بالكويت ومنورنا ومشرفنا. ربنا يخليك. أهلا وسهلا. احنا سعيدين بتواجدك بديرتك الثانية الكويت، وهذه أول زيارة لك. أول زيارة، تصوري يعني حاجة غريبة زي ما جيش الكويت دي، لكن ونورتنا في ليالي الكويت. احنا سعيدين الحظ، يعني احنا محظوظين المفروض. ربنا وجودك ويانا اضافة لنا. اشكرك. ونتمنى لك مزيد من التوفيق ومنا الاعلى. ما شاء الله احنا المفروض نسكت ونترك لك المايك تتكلم، لانك انت مدرسة في عالم الآثار. لا دلنا لنا واسكت وانتوا اللي تتكلموا. طبعا يمكن مصر ما شاء الله غنية بالآثار، اقدم الحضارات على مستوى العالم، فكل يوم في شيء جديد. شنو اخر شيء كان تحت اكتشافك؟ هو طبعا اخر حاجه اللي هزت الدنيا كلها مصر الحديثه دي، اتبنت فوق مصر القديمه. فبالتالي انت لو حفرت في وسط بيت، في وسط البيت في اخميم، في اسوان، في اسكندريه، هتلاقي اثار. ففي حته في القاهره، انت رحت القاهره؟ رحت القاهره. طيب في القاهره في حته اسمها هليوبلس او المطريه او عين شمس. الناس باينين بنوا بيوتهم فوق الاثار. يعني لو واحد هد بيته تلاقي مقبره الاثر. يعني انا حفرت مقبرتين تحت فيلتين بتهدوا. هم عثر لسه قريب جدا على تمثال ضخم جدا، المية وتحت المية بمترين. عثر على التمثال ده جزء 8.5 طن وجزء 2 طن. لما اترفع التمثال ده فدخل العالم كله، أن العالم بيموت أبهر العالم. العالم بيموت في الفراعنة. يعني لو قلت لأي طفل صغير في أمريكا ولا إنجلترا مصر يقول لك توت عنخ آمون، المومياوات، الأهرامات، أبو الهول. أربع حاجات موجودة في الناس كلها. يوم الخميس الجاي ده أقول لك حاجة سبق لكي، هيعلن عن كشف مهم جدا، لكن ما أقدرش أقول لك الكشف. لا نبي نعرف هو إيه. لكن إحنا عثرنا حتى الآن على 30% من أثرنا. تصوري بس 30%؟ 30% ولا زال 70% موجود في بطن الأرض. يعني إحنا بنعمل مشروع دلوقتي بنستعمل أجهزة حديثة بتنزل في الأرض بتصور. بندور في وادي الملوك، بندور على مقبرة أمنحتب الأولاني، ما اكتشفتش، ده ملك من ملوك أوس 18، واحد تاني اسمه تحتمس الثاني، واحد تالت اسمه رمسيس 8. الملكات اللي زيكوا كده اللي كانوا متجوزين الملوك في الأسرة 18 اتدفنوا في وادي الملوك. أنا بدور على المقبرة بتاعت واحدة ست اسمها عنخ اس ان امون. طب قوليها كده. لا عنخ امون. امون اعرف. عنخ اس ان امون. اوكي. دي كانت زوجة توت عنخ امون. لما مات اتجوزت راجل كبير في السن اسمه اي. انا بعتقد ان المقبرة بتاعتها موجودة في وادي اسمه الوادي الغربي جنب وادي الملوك. فاحنا بنستعمل اجهزة كتير حديثة عشان نطلع مكان المقبرة ده فين. ايضا في الهرم، في الهرم في فريق ياباني وفي فريق فرنساوي، وانا رئيس البعثه العلميه اللي بتشرف عليهم. فبندور على الفراغات وعلى الحجرات السريه اللي موجوده جوه هرم الملك خوفو، لان هرم الملك خوفو انتوا يعني لو كنتوا بتتبعوا الاثار، انا طلعت الثلاث ابواب جواه بمقابض من نحاس. وانا بعتقد ان حجره الملك خوفو لازالت موجوده جوه داخل الهرم. ففي اسرار كثيره جدا وفي بروفيسور عفوا، يعني هذه الاثار اللي قاعد تطلعونها كيف ممكن تحمونها من التدمير ومن السرقه؟ يعني هذه هي ارث، يعني شوف احمد ربنا عليها. نحمد ربنا ان مصر دي في الربيع العربي ربنا انقذها. لولا الجيش ولولا الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت مصر دي بقت زي العراق وسوريا. صح. واليمن وليبيا. انا خدوني لسه من الاسبوع اللي فات. تمام. كنت في نيويورك، الأمم المتحدة اختارتني سفير للتراث العالمي. حلو. فعملت سبيتش عشان ازاي اقول نحافظ على التراث ده. لو بصيتي اللي حصل في العراق وحصل في الدول دي تدمير كامل. انا عملت صورة للملكة زينوبيا وهي قاعدة بتبكي على تدمر. واو. وتدمر بتنهار. شلون يعني عرفت ملامحها؟ شلون عرفت انا توقعت دراسة. يعني واحدة حلوة زي كده وتعطيتها خلاص. قلت دي زينوبيا. فالمهم هي بتبكي على اللي حصل. ولو انت ما تعرفيش اللي حصل في ليبيا، احنا ما نعرفش ايه اللي حصل في ليبيا. لكن انا بقول دايما تدمير البشر اقل من تدمير الحجر، لان تدمير الحجر انت بتدمري
تراث وحضاره دول كامل. والحضاره العالم دي بدات من بلاد دي. فانا بقول ان ربنا حمى مصر، ان جيش مصر حماها الحمد لله، وقدرنا ان احنا نحافظ على الاثار، وقدرنا نحمي الاثار، واصبحت مصر رجعت تاني. مش هذه اظن على بعد اكثر، لكن انا حابه اعرف شغله بروفيسور، يعني طبعا انت عالم اثار من نوع خاص، يعني في علماء اثار حول العالم، لكن على المستوى مصر او العالم العربي او العالم بشكل عام انت الاكثر شهره، يعني او تكاد تكون الوحيد المشهور من بين علماء الاثار. شنو اللي يميزك عنهم هما؟ والله شوفي، انا عشقت الاثار. الانسان لما بيعشق واحده وبيحبها ليه ما يتكلم عنها بيتكلم بغزل. انا مع شختي الاثار، فلما بتكلم عنها بتكلم بغزل، وكلامي ده العشق ده بيدخل قلوب الناس كلها. فبالتالي يعني انا يعني فربنا سبحانه وتعالى اداني الميزه دي، فخلى الناس في العالم تحبني. عندكم مثل حديقه الفراعنه كان اللي تمشي على النيل، حديقه الفراعنه بمصر كان في كل تمثال توقف عنده وتحكي عن تاريخ الفراعنه، بس ما فيها تعمق اكثر، يعني حق السواح اللي عندهم دراسه يعني يبون يتعلمون شيء بسيط يعني. وكانت متعه بصراحه قاعد اشوف الاجانب من مختلف الانحاء العالم الغربي قاعد يتعنون عشان يشوفون هذا التراث البسيط. بس هذه الحضارات اللي قاعد تكتشفها يعني في جيل جديد يبي المفروض يتعلمها بشكل اكبر واعمق، شلون يعرف كل شيء جديد اب تو ديت شلون؟ ما هو طبعا لازم المناهج الدراسيه في المدارس تتغير، لازم يبقى في اتفاق بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الاثار وزاره الثقافه، ويتعمل ورقة لإزاي تنمي الشعور القومي عند الشباب، إزاي يعرفوا أثرهم، إزاي يحبوها. أنا لما عملت برنامج على الهواء كنت بعت روبوت جوه الهرم، فالإذاعة على الهواء الساعة 3 الصبح، فمصر كلها صحت. فأنا لسه كنت ماشي في الشارع في القاهرة، واحد لقيت واحد شحات بشحت، قال لي انت زي حواس اديني مش عارف ايه، هتدخل الروبوت جوه الهرم امتى؟ دي احلى حاجة في الدنيا، ان واحد ما بعرفش اقرا واكتب مستني لما احنا هندخل الروبوت جوه الهرم، الراجل ده مستني. فدي من الحاجات الجميله لما بشوف حد عنده الحب ده للاثار، بتعمل انتماء عند الناس. فاحنا انا بتمنى ان احنا يعني في عندك مصر ما شاء الله برنامج في ديسكفري، برامج في قناه ديسكفري. انا بعمل برنامج دلوقتي، عامل لسه برنامج من يومين في توداي شو هيتذاع في يونيو، وعامل وبعمل برنامج في التلفزيون المصري الاون تي في، هعمل حاجه عن تاريخ كل مدينه في مصر، الحاضر والماضي، واجيب واحد من المشاهير بتاع المدينه دي ونتكلم معاه عن الاثار، بحيث ان احنا نخلي الناس تتفاعل مع الاثار نفسها. طيب بروفيسور، طبعا زياره ميسي الاخيره لمصر عملت مشكلة دي. كيف ابيك تشرح لي يعني بالضبط كيف اثرت على السياحه في مصر؟ لا سيبك بالسياحه، نحكي القصه الاول للناس. طب قول لنا، وكمان ابي اعرف من ويل سميث كمان اللي زار. هو الاثنين اعرف. ميسي لما جاء مصر ابوه قال له، ابوه راجل مثقف، فقال له في واحد بتاع اثار هناك لازم تقابله ابو زي حواس. فالشركه كلمتني عشان اقابله، فلما حصل الحادثه بتاعت رجلي هو كانت غلب 4-0 فاجل الزياره. عملت عمليه في رجلي، تاني يوم لما طلعت بالعمليه كلموني اني اروح، فرحت على الووكر على بسموه ايه لا المشايه. فطبعا انا وانا بشرح له ما لقيتش عنده يعني مفيش، بتكلم له كلام مثير فما لقيتش اي شعور رياكشن. فبعد نص ساعه سبته ومشيت. فجاء واحد في التلفزيون اسمه مذيع التلفزيون احمد موسى، وهو ما اعرفش ايه الموضوع، فغلطني في الكلام، وفي الاخر قلت كلمه مش مظبوطه عنه. الكلمه دي قايلها بالعربي اتنشرت في كل حته في الدنيا، فالراجل زعل. فمدير المانجر بتاعه كلم الشركه، والشركه كلموني. انا اتاثرت جدا ازاي انا طلعت من كلمه عفويه مني، فكتبت اعتذار واتنشرت في جميع جرائد الدنيا، ودي كانت حاجه كويسه ان انا اعترف بالخطا بتاعي. صحيح. طبعا زياره واحد زي ميسي على فكره اشهر واحد في الدنيا. صحيح. يعني انت اما تكوني ملكه هيعرفك انا والهانم، لكن ما كل لاعب كوره هيعرفك الشوارع اللي في الشارع. صح كلهم عامه الناس. فيعني لما جه مصر الدنيا اتقلبت، لانه بيقولوا عنده ما اعرفش بليون فولوور في العالم كله. ويل سميث انا اعرفه في 2006 لما التايم ماجازين كانت اختارته واختارتني، فكنا قاعدين على ترابيزه بنتعشى،
هو وانا ومراته وجينيفر لوبيز. فاحنا قاعدين تعشى بنضحك بتاع. فقلت له يا ريت تيجي مصر وتزور مصر. قعد 11 سنه. قبل ما يجي بشهر لقيت شركه بتكلمني في دبي، قالوا لي في واحد جاي وعايز يقابلك، بس ما نقدرش نقول اسم، نقول اسمه عشان السكيورتي الامن. فقلت له طب انا مش عايز اعرفه. قبل ما يجي بالليل، بالليل جه وقايم الصبح، قالوا لي ده ويل سميث وصاحبك. فقلت له طب لازم تبلغوا الامن عشان ده ما ينفعش يدخل الهرم وفتشوه. صحيح. فبلغوا الامن الساعه 6 الصبح، اتقابلنا قدام ابو لول. الشمس طلعت على وجه ابو لول الساعه 6 وثلث. فطرت انا وهو واصدقائه الثمانيه في مين هاوس. الزياره دي ما تعرفيش، هو خد سيلفي ليا انا وهو. السيلفي دي اتنشرت في كل مكان في الدنيا، وبلا شك الحاجات دي كلها هيكون لها تاثير كبير جدا ان هي ترجع سياحه لمصر. صحيح. لان احنا مصر في احتياج للسياحه. نعم. كل انسان في مصر حتى بتاع الاجزخانه اللي بيع طماطم عايز السائح يرجع، لان السائح ده خير لكل المصريين. التقيت ببيل جيتس. لا ده بيل جيتس ده النهارده اما جه انا عزمته على الغدا على حسابي. يعني انا مشغل عشان وعزمته، عملت له خيمه قدام مينا هاوس وجبت له اكل هندي. قلت يلا ده اما اعزمه هيتبرع للمتحف الكبير. ميليندا مراته اللي ماسكه المؤسسه، وحياتك خدوا العزومه. قلت الراجل الفقير ده خدوا العزومه ومشيوا وما سمعت عنه بعد كده. فبقيت متغاظ جدا، قلت لما اقابله تاني هقول له ادفع ثمن الغداء. مين من المشاهير اللي التقيت فيهم واللي زاروا الاثار تاثروا كثير وحسيت ان هم يعني زيارتهم هذه انعكست على السياحه في مصر؟ كلهم. يعني اقول لك حاجه، انا قابلت جميع فناني هوليوود. حسيت انه مثقف يعني عارف الاثار. ديانا. ديانا. هي ديانا دي بصراحه اللي ليس لها مثيل. يعني أريا فاهمه، واد مصوراتي امريكاني من بعيد بالزوم خد لي انا وهي 36 صوره. واو. فمحمود صلاح كان رئيس تحرير اخر ساعه فكتب ايه؟ مصري اخر غير دودي احب ديانا في الصفحه الاولى من كتر الايه؟ ان هي اما بتسالني بتسال بطريقه ظريفه بتميل عليا. فكانت الحقيقه زياره غير عاديه. كان هذا الميلان اهتمام اكثر يعني. لما ماتت حتى باراك اوباما من فتره طبعا يعني انا قابلت ناس كتير رئيس الامريكي، لكن لما ماتت انا زعلت عليها جدا. كنت بدرس في جامعه يو سي ال اي في امريكا. وبعد كده جالي السفير الانجليزي لما رجعت وقال لي تشارلز عايز يجي يقابلك وعايز يدخل معاك الهرم الساعه 12 بالليل. قلت له لا انا بقى متغاظ من موت ديانا. فالراجل اتحايل عليا فوافقت. بصراحه لقيته راجل مهذب جدا ومثقف ثقافه عاليه، وحبيته من الزياره دي، من ثقافته متعمق في الدين الاسلامي اكتر من المسلمين بشكل غير عادي. فيعني فده علمتني حاجه، ان انا ما اخدش موقف من حد نتيجه. صحيح. قبل ما تقابليه وتشوفيه وتتعاملي معاه. يعني كتبت مقاله عن لعنه الفراعنه. ما هي لعنه الفراعنه لو انتوا طولتوا في الانترفيو ده اكتر من كده هبعت لكم فرعون صغير الليله هيخلي حياتكم ضلمه ملعونه. فانا رايي ان انتوا تنهوا الحديث بقى، لان انا تعبت النهارده طول النهار. يعطيك الصحه والعافيه. فلو عايزه تعرفي عن لعنه الفراعنه هي ما بتجيش غير للمذيعات اللي بكتروا في الحديث. طب انا بروفيسور بعرف منك شغله، انت قلت لك اشهر بروفيسور واشهر عالم اثار على مستوى العالم، كأنت مدرسه منو خليفتك راح تكون؟ انا عندي انا علمت 500 واحد احسن مني. لكن العشق ده ما تقدرش تعلمي لحد. صحيح. مكتسب. ما تقدرش تعلم حد الكلام، انت تعلميه انه يحترف يبقى بيفهم اثار. انا اللي عرفته انك انت دخلت علم الاثار بس عشقته بعدين. انت ما دخلت عشق من البدايه. انا كنت كاره الاثار. كنت عايز ابقى محامي. فما دخلت كليه الحقوق كرهت المحاماه. حتى زمان كنت عايز ابقى محامي، كنت اشوف افلام كمال الشناوي لابس بدله بيضاء وركب عربيه مكشوفه اقول انا عايز ابقى زي ده. فدخلت كليه الحقوق جبت الكتب كرهت الكلام. فتصوري بقى سبت الحقوق رحت الاداب، تخرجت كنت طالب فاشل بسقط كل سنه بعلمين. انا بروح اقول الكلام ده للطلبه الصغيرين عشان اقول لهم ان انت لو فاشل في الدراسه مش معناها تفشل على طول. صحيح. يعني انا ما نجحتش غير بعد فشلت في الدراسه بقيت اطلع كل سنه بعلمين مقبول اتخرجت بالقوه.
بالدراسة وأنا في الدراسة. وبعدين بقى لما أنا عشقت الآثار قلت لازم أتعلم بعد. فقمت واخد دراسة ماجستير في مصر وخدت منحة فولبرايت ما بي يعني الفولبرايت دي منحة قوية جدا. ورحت خدت الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا قعدت 7 سنين. قلت عشان العشق ده لازم أتعلم كويس. فما تعلمت وعشقت الآثار خليت الآثار مشهورة في كل مكان في الدنيا نتيجة للعشق. فبقول لكل بسافر كل سنة في أغسطس بقابل 150 تلميذ خريج ثانوية عامة بيجيبوا لهم 30 أمريكاني مشهور وأنا الأجنبي الوحيد. بنقعد معهم 5 أيام نفطر معاهم ونتغدى ونتعشى معاهم ونحكي لهم ازاي ينجحوا. شفت الناس دي بتعد الولد ده قبل ما يروح الجامعة ازاي. واحنا هنا حتى في العالم العربي لو عندنا واحد كويس نطلع عينين ابوه عشان نفشله. لكن هم هناك الفاشل بينجحوه. دكتور واحنا عشقنا اللقاء معك وما ودنا يخلص. لا خلاص بس ابي اعرف لعنة الفراعنة. هبعت لك فرعون صغير بالليل خلي بالك. فخلص احسن لك. يعطيك الف عافيه دكتور. احنا سعيدين ونورتنا بليالي الكويت واسعدتنا وان شاء الله ما تكون هذه اخر زياره لك. فرصه سعيده والمره الجايه هعمل معاكم لقاء بس من غير بس من غير لعنة الفراعنة. من غير لعنة الفراعنة واجيب لكم البرونيتا بتاعتي هديه بقى. تشرفنا ان شاء الله. نورتنا دكتور. بعدنا مشاهدينا مكملين في اجواء مصريه ضمن ليالي الكويت. بعد قليل معانا راح تكون الفنانه تشكيليه ولوحات مميزه جدا عن أم كلثوم. لا تروحون بعيد وسلوا أيوب إن شاء الله راح تكون ويانا.